اليوم الجزء الثاني بخصوص السلفة اللي هو السكوت سكشن اللي هو فايدته راح نذكرها هسه لكم الاسبوع لكم ان شاء الله. السكوت سكشن فيه فائده حلوه، احنا نذكر الكلاسي فايدته انه مونتاج الكبريت. بالسكوت سكشن فايدته كونفيرت او سلفة كومبوننت ان تيل غاز كلاس تو ذا اتش 2 اس. عطكم ضامن او ردنا يا صاحب convert all sulfur component convert تحويل all sulfur component remain يعني متبقي entail gas clouds 250 متفقين clouds آخر شيء الغاز يطلع منه شو يسمونه بعد tail gas clouds هذا اللي أنا صنعته شكو شغلات مواد كبريتيوم ضاربي راح نرجع نحاولين وين راح نرجع نحاولين إلى غش توس من خلال هاي اللي. حتى بعدين نحقنهن وين؟ باليمين بالأمين ندزل الغاز الآن هاي الزبدة مال السكوت فهسه convert all sulfur component in the tail gas clouds to H2S نحولها إلى H2S to complete يعني حتى نحقق ونطابق with the air emission regulation حتى نطابق مع الاستندارات العالمية مال انبعاثات تدرون إذا ما حرقناه بالجو على افتراض أن السكوت ما عندنا هسه هذا اللي احرقناه بالجو نسبة الـ SO2 الناتج راح تكون كلش عالية راح تأذي المحيط والمناخ والأحياء متفقين؟ فالسكوت له فائدة حلوة انه نريد نحقق الـ Air Emission Regulation وما نحققه الا من خلال هاي المواد المتبقية بالغاز اللي ما انتجنا منه الكبريت راح نحولها الى H2S راح نشوف هسه ان شاء الله واضحة؟ هذا اليونت او هذا السكشن يقسم الى ثلاث اقسام إذا صنعت حتى تسهل الطريقة عندك أكو رياكشن أكو كوينشينج أكو أبزوربشن عندك تفاعلات عندك كوينشينج معناها إخماد أو تبريد وعندك امتصاص التفاعلات وين جاي يصير راح أشرحها الرياكتر الكوينشينج شنو تبريد راح أشرحها شنو فوائده والامتصاص آخر شيء حلو زين تيل غاز كلاوس اللي منتجنا من كلاوس سكشن اللي هو حرارته شقد 165 سلسية هاي يحتوي على SO2 تدرون انتو هناك الـ SO2 طلع من البيمنة الخامة كلها تحول الى تفاعل ويا الـ S تحول الى كبريت ويا الماء عفوا تحول منها كبريت لا اخذت من نسبة SO2 اكو ظل اكو بخار بخار كبريت ظل غازات بخارية ما تحولت الى سائل كبريت وعندك بعض النواتج العارضية تذكرون ليش المحاضرة قلت لكم النواتج العارضية راح تنتج لنا تسوي لنا احتمال مشاكل هم نحتاج نعالجها فلان شغلات تحول وين؟ على السكشن اول ما يجي يدخل الكلاوس سكشن الكلاوس يدخل على هيت اكسشينجر يدخل 165 يرفع حرارته الى 210 سلسية بعدين يدخل على رياكتر مفاعل احنا متفقين المفاعل داخله شنو؟ كاتاليست معناها عامل مساعد عامل مساعد فايدته يحفز التفاعل ويسرع التفاعل حلو؟ فهذا بداخله اكو كاتاليست راح ينتج لنا تقريبا بحرارة 260 سلسية. ايش نستنتج من هاي الشاي؟ معناها التفاعل بعد ما وصل بعد الحرارة. الحرارة شنو؟ طلع 162 زين. التفاعلات الجاية تصير شنو هي؟ تقسم قسمين. هاي معلومة عامة نحب نكتبها انها تفيدها. انه اكو تفاعلات يسموها هايدروجينيشن واكو تفاعلات هايدروليسيس. من اسمها هايدروجينيشن. انه عندك الـ SO2 احنا كنا الـ SO2 جاينا اذا طيرناه الجو وطلعناه مو زين ايش راح يسوون راح يحولونه شنو؟ هيدروجين حتى شو يحولونه؟ مي مي و H2S عندي هذا المي ما عندي اشكالية عندي مشكلة الـ H2S لازم اطلع اخليه H2S حتى بعدين شنو؟ اكيد يا عندك التخلص من المواد الناتجة عرضية من ذاك بالسكشن كلاوس راح المي الناتج هنا راح تحدث تفاعلات عكسيه بين المي وبين راح ينتج لنا من خلال الهمين H2S ينتج لنا CO2 هم عندنا اشكال بيحترق بعدين عادي بدنا سويتر اهم شيء عندنا هذا H2S اغلب المكونات فيها S احولها شنو؟ احولها شنو؟ يعني هسه صار حمزه السكوت يعني كل وظيفته بين حتى نحصل على H2S الزبده مالته مال نقول بس اكو بداخل احصل شغلات هسه ان شاء الله حلو؟ هسه بالتفاعلات عندك نوعين من التفاعلات هاي اتمنى من تنتهي تكتبون ان شاء الله
هذني راح يحيد ثانوي بالرياكتر فينتج لنا غاز حرارته عاليه لانه تفاعل بوعه الحراره حرارته 260 سيليزيه. هسه جزء الرياكشن خلص واضح؟ جزء الرياكشن الاول خلص زين. اللي يكون شيء شنو؟ اللي هو الاخماض، من كلمه اخماض او تبريد. ايش قالوا؟ قالوا يابا احنا هذا حرارته 260 نقدر ندزه قبل الابزرفر ونجيب له لين امين ونصمطه به يسوي امتصاص حتى يمتصه ويطلع لنا سيميلين ندزه الابزرفر مال جي اس ومال جازتين. قال بس اكو عندك ثلاث مشاكل. الاولى حرارته عاليه. استحمل زين انا بليكويد شنج ليكويد ستيبل بعد ما شرح انك عميق يعني هو اكيد ليكويد راح لا انا؟ اه كغاز وغازات هي اجتك غازات كلها غازات هسه ليكويد فيز قصدك اي ليكويد فيز بعد عفوا غاز فيز بعد انا. فالمهم اول شغله عندي حرارته عاليه لازم هاي لازم احققها انه بارد. ليش؟ لان انا هاي وصلت الابزرفر تبني تقريبا حراره 40 او 42 سيليزيه حلو؟ فهذا اول شيء انه بارد الغاز. الشغله الثانيه عندي بخار ينتج وين؟ ينتج وياه بيت تفاعل. هذا البخار ما عندي اشكاليه انه ما اريد يدخل وين؟ لابزربر. الشغله الثالثه واللي هم مهمه انه بعض الشباب ممكن نتجت من جتي بالسيستم يسموها كونتامينيشن. انا كاتبها لكم هنا بس يعني على الكولوم جاي تشوفونه صوره صغيره انه فايدته اول شيء كولينج وكوندينز ووتر فيبر وريموف كونتامينيشن. هسه الكولينج اتفقنا احنا لازم برد الغاز من 60 من 260 الى قد 240 زين. البخار المائي اللي ينتج بالتفاعل لازم اكثفه حتى ما اخليه يعبر وياما ويا الابخه ويا الغاز يروح الابزرفر زين. الشغله الثالثه الشوارب والمخلفات اللي كونتامينيشن يسموها لازم نوخرها. ها كلها شو انتجوا شلون سووها؟ بالديزاين اختاروا انه جابوا كولوم سموه كوينش كولوم من خلال انه عندك باكين وعندك ماء ووتر بارد حرارته تقريبا 40 سليزيه راح يصير بينات اللقاء كاونتر كانت يسموه عكسي انه الغاز يصعد لي فوق والماء يجي. فالماء راح شو يسوي؟ اول شيء برد الغاز بخار الماء اللي جاي الغاز راح يكثف ياخذه. والشغلة الثالثة إذا أكو شوارب وكونتامينيشن هم يأخذها لأن هاي الشوارب إذا مو بالجي إس و إذا مو شو يسوي بالأمين؟ إيش سوي لنا فوم هنا فوم شاك. فأقول لك أنا جزء الأمين سيستم أريد يكون نقي وهذا ما أقدر أحققه لأن صار مشاكل وايد يعني زين. جابوا الماء دخلوا وين؟ دخلوا بالكوم حلو؟ هو المفروض يدخل شوي عنصة يعني راح يصير دخول ماء اللقاء فالغاز الطالع راح شو يصير به؟ بارد حقق الثلاث شروط اللي حكينا عنها تبرد خلص من الوتر فيبر والشوارب زين. الماء الطالع راح يجي المضخه قبل ما يجي عندك هنا نقطه حق يمكن انا بس موجوده عندكم موجود يحقنون الامونيا في حاله انه كانت البي اتش مال الماء اقل من 6 اذا كان ما يحاول يسوي لنا كروجن فيحطون امونيا في وقت الحاجه زين. المضخه الدسشارج مالته بيخط الخط يرجع قاعديه غير حنظيره اذا جو 6 الامونيا الامونيا امونيا قاعديه طبعا الماء جزء منه راح يجي الكولر هنا حوالي 80 بالمناسبه هنا دخل بقد الماء 40 طلع 80 فيجي ب 80 يجي الكولر ينزل 60 حتى رجع والهيت اكسشنجر باستخدام الماء البارد الكولينج ووتر دبليو سي اختصاره راح نحول الى 40 من جديد نحقنا وين؟ بالكوينش كوم زين. جزء من الماء هذا مو كله يروح وين؟ يتحكم به راح يدز الفلتر نقيه نوب يدز الكولوم اسمه ستربر كولوم. الستربر كولوم هنا يعني انت ممكن عندك بعض ال H2S وال CO2 ظلت بالماء انا مو بصالحه انه ادزها ايفابوريشن بوينت للماء الحامض ممكن انا هنا اسوي فتفكه بسيطه حتى اطلع هذا H2S وارجعها وين؟ ارجعها هنا احقنها من جديد ويا هذا طب. فجوا ستيبر كروم من خلال تقنيه انه باكينج عندك جاب LBS عندك هنا ماء بارد
فشلون عملية تصوير اعداد وعندك مي بارد وعندك ال بي اس كماء بخاري عفوا بخار مي ال بي اس بدون بخار فعندك بخار وعندك ماء راح تصير مثل عملية البدالة في سبيل اذا كنت شكان جزيئات H2S و CO2 داخل الماء هذا راح شنو وحده تطلع بحكم كثافتها خفيفه من فوق وهذا خلينا نقول هنا نجمه هاي نجمه هم تجي الابخه اللي تحت محتاجه عليها من على H2S وعلى CO2 ما راح تجي تجي نحق من جديد ويا من ويا الخط اللي طلع منه ذا اكثر الماء اخر شيء بعد ما ضخر كولر بنزل ايفابوريشن بول منطقه التبخير منظومه كلش حلوه كنكين هسه هذا ستر باب كرون من كلمه اسمه ستر باب من كلمه ستر باب معناها انزال H2S و CO2 اللي ممكن جاي من الماي الكونش كرون الكونش كلمه كونش معناها تبريد ينبرد من خلاله الغاز الناتج من التفاعل لانه انا اريد الغاز اللي ناتج من التفاعل ضمن شروط بارد ما بي بخار مي وما بي كونتانيميشن شوائل زين كمل حديثنا الغاز اللي بعد نتج اللي راح ممكن يحتوي H2S و CO2 بيعيه بالابزوربر مال الاس ار يو هذا مو مال جي اس يو مال غاز بلانت هذا مال الاس ار يو راح يجون من خلال تقنيه الابزوربشن بسيطه انه عندك لينامي من فوق عندك صواني يطلع لنا من هنا سيمي لين لان نسبة H2S مو عالية يعني ما نقدر نسميه ريتش امين لا سيمي لين يعني خلينا نقول نص ونص فالامين هذا راح ينضخ بهرمونين السيمي لين يروح للجي اس يو للمين ابزوربر مال الغاز بلانت ينحقن للصينية السابعة توهونها يفتح البي ان اي دي اس مال الغاز بلانت لان هاي ما ركزت عليه بمحاضرة الغاز راح تلقي بالصينية ساعك وخط مع السيمينين فهسيبتكم بعد كنكون السيمينين الجامعة الاساري وين يروح الابزوربر مال جي اس يو مال غاز بلانت الحق بالسارع زين لين امين اللي نتذكر منين يجي شلون؟ لين امين هذا منين جبناه؟ منين يتذكر؟ من يوم كان بالجي اس يو خمس ثواني رجع حتى اكمل من يتذكر؟ تذكرون فلاتر؟ ايه والله اكو خط يروح على البوم السابع يطب الابزوربر مال جي اس يو اكو خط يتركم وحده الاس ار يو السكوت اي الوحده وحده صغيره بالضبط وهذا اللي من جاي من هنا فهذا خلينا نقول افتر جاي من افتر فلتر فلتر او جي اس يو هذا بعد اتفقنا سيمني بالصينيه سبعه على الابزوربر زين اغلب الاتش تو اس بعد امتصيناه يبقى لنا شنو CO2 يبقى لنا ممكن نسب جدا قليلة اثنين من H2O سيمينين وين بتزايا صاحبه؟ قلنا للأبزوربة مال الغاز بلانت مال GSU ناكل راح يدخلية الأمين الباقي بس ما يدزا من فوق هو يعتبر شو نص ونص سيمين كما سيمين معناه نص فيقول لك لا هو بيتش أمين ولا هو لين أمين فأخليه بالنص نص العملية نص الأبزوربة هو اللي اللي يتمالته بالترا إلى 15 غير؟ فوقاني واحد باكل لين أمين لا لا الـ مو اللي نمين ذكرنا لابد 15 25 أول صينية اللي فوق 25 صينية 23 21 فرديات ذكرنا هذه فوق الأرض إيه إحنا ذكرناها ذكر بوقتها هذا بالصينية سبعة صينية سبعة يعني بالنص تقريبا بالنص بالضبط زين بس وما في فائدة هذا هناك عملية إنه يعني مو اعتمادي خلاص بالصينية سبعة حسبوا حسابات وايد أقصد بالديزاين حسبين حسابات ما نعرف بس هو كفاته مو مثل كفاته اللي نبيه طبعا بس احسن ما يخسره ويقول لك انا هي ها هي مغلقه هي سيركيليشن فالاش تو اس اذا هسه شفت الابزوربر جبت الاش تو اس حركته بالمحرقه بعدين حتى نسبه اس او 2 عاليه هسه سوى احنا امتصيناه وراح يبدل الغاز الان ويا الاس الغاز الطبيعي تجينا من جديد هاي عمليه هل هو مجرب مستمره زين الابخه الصاعده راح يسموها فلو غاز لو ايش فلو غاز المتبقيه اللي هي CO2 زائد كلش سب قليله من كلش قليله من H2S اللي اذا حرقناها نسوي ما راح تعطيك نسب عاليه من CO2 يعني خلينا نقول 10 بي ام CO2 او ضمن الستاندر العالمي مال الاميشن الانبعاثات
فسألت رأيكم هذا لما موجود كان حق الاشتواس كان جيد عالي كان جيد اطلق اسواته كان جيد كانت فيها عالي الحق اكيد تأذي المحيطين مناخ زين واضح السكوت ثلاث اجزاء بي رياكشن كوينشينج ابزوربشن الرياكشن يصير بي رياكتر بالمناسبة هذا رياكتر تذكرون ذنيش رياكتر وقلنا لكم ذنيش نفس الشيل بس ديون قسمات هو هذا هم نفس الشيل وياه مطبوق ثالث واحد يعني تروح الحق تلقى رياكتر واحد بس جوا مقسم شنو؟ ثلاث اقسام اول رياكتر مالت من مال حجي كلابس سكشن كلابس والرياكتر الثالث مالت من حجي اسكوت حجي اسكوت خلينا نقول حجي اسكوت بس من تروح الحق تلقى شيل واحد شو بداخل مقسم واضحة انت مو النقطة يعني ما اشتري زين اللي يكون شيك تبريد فائدة التبريد ثلاث فروات كولنج للغاز اللي ينتج من هاي وكوندنس تكثيف بخار الماء الناتج من التفاعل يعني بخار الماء ما يقدر يروح للابزوربر والشغلة الثانية تنقية الشوائب وهاي العملية مال يكون شيك بسيطة لأنه عندك جزء ما يرجع إداره بارد وما إنه بينسب من الاشتوى اسوسيوتو انا ما اقدر اخليها بما يوديزها الايفابوريشن بوم لازم ارجعها وين يسمونها اوفر هيد فيبر يعني هذا طالع من الستر يسمونها اوفر هيد فيبر يعني على اشتوى اسوسيوتو ارجع حقنا وياه من ويا الخط الطام مال الكونشين كولر هاي العمليه انتهت انه تيجي على الابزوربشن الجزء الثالث انه عندك الغازات بها اشتوى اسوسيوتو انا اريد امتص السي او2 الاشتوى حتى ما احرقه ودي زي الغازات واضح؟ لا طبعا هذا جزء واضح الجزء الثالث مال الاس ار يو اول جزء كلاوس الجزء الثاني اللي دي غازنج السلفر بيت انه عندك خزن مال السائل داخل البيت قاعد كانت فيه غازات اتش تو اس وين اوديها شرحنا الجزء الثالث سكوت حجي اسكوت سميناه الجزء الرابع اللي هو الانسينريتر اخر شيء بالبروسس مال الاس ار يو ما تعمقت به هواي لانه به شغلات تفاصيل تخص البروسس مالتهم شويه يعني هو كلش بسيطه هم بها جزئين جزء يتم بعمليه الحرق وجزء من خلاله انه يستفاد من الحراره العاليه تذكرون بيرنر مال كلاوس بيرنر الحراره العاليه شو استفادنا منها؟ سخنا شنو؟ سخنا البولة في الوتر اللي هو الماء الحار حولناه إلى HBS كذلك أنا هسا نشرح عملية الحرق نشرحها فحرارة الحرق راح من هنا أكو كيوبس فمن خلاله حولنا البولة في الوتر اللي هو BFW باختصار حولناه إلى HBS عملية الحرق منين تتكون؟ إحنا متفقين إرادنا وقود إرادنا هواء إرادنا إغنيشن الإغنيشن والله موجودة بالحق اللي هم عندهم النظام مال الإغنيشن بالكبدات ستارت اب الوقود هناش عندك جزئين تعتبر عندك الفيول غاز LB فيول غاز أحد فوائد الـ LB شباب تذكروها LB فيول غاز عندك الفلاش غاز يعني أساس الفلاش غاز توقود فلاش غاز تذكرون الجي اس يو من كنا نسولف عنه نقول لكم يا بالفلاش غاز طالع من الفلاش درام هو الجي اس يو وين موجود بالنار تخلوها ببالكم وحددين محرقة الشيش يا محرقة نانا عند وقود يقدر استخدم جزئين أما في قلبي فيول غاز أو فلاش غاز فإذا كان مشكلة بالغاز بلانت الفلاش غاز مو طبيعي ما مستقر بيجامبينج يحاول عليه من عني فيول غاز كخالص ستاند باي بس فلاش غاز شوف هناك احنا ما حرقنا ولا ودينا كيفيه دزنج ومن دزنج هاي يشغل بيه محرقة يعني هاي من يمني ستاند باي هسه بالوضع الطبيعي إذا مستقر أكيد الفلاش غاز إذا مستقر الغاز إيه الفلاش طبيعي يعني منطقي ولو أنا ما مشتغل يا بس أنا أقول منطقي أنا أدري أكثر من مرة قالوا من صعدكم مشكلة بالغاز النات نحول على الفيول يلا زين الهواء أكيد طبيعي أكو بلورات تسحب هواء فلاتر وأنواع ثلاثة للهواء تنحقن يعني نفس الهواء بس ينحقن ثلاث أماكن نو أنا ما دخلت فيها دوكم ودوكم زين الغازات اللي راح نحرقها منين جتي اول غاز اللي هو هذا فلو غاز اللي اخر شيء يعني هذا شيء بعد
اروح على CO2 وزاد قل لي نسب من H2S اللي ما انتصر يعني اللي هو هذا out of absorber. زين الجزء الثاني vent from sulfur بيت اللي هو عملية الدغازين. الدغازين قلنا تخلصنا من الأبخة مال السلفر ليكو السلفر داخل البيت ونتخلصنا منها حتى من دزل الستورج يمكم ما بي ريحة قوية لازم بيت مواصفته البي بي عمش قد تيك مش قد عشرة تقريبا فالتمنت كده ما بي ريحة قوية وما يأتي فغازات اللي طلعنا ما ندزل بعد ندزل من المحرق. الجزء الثالث out of clouds مرات اليونت مال كلاوس بالحالة الطبيعية دز ما دز هنا بس اكو نار هنا يطلع في حال انه صار مشكلة هنا شدام بالسكوت اشكالية صارت في وين يحول يحول يشيل الغاز وين يحول يروح يحرق وين يعني ما عنده حل ثاني وين يوديه يعني كلاوس مشتغلة تنتج كبريت الغاز الناتج في حالة معينة صارت مشكلة وين دز بعد في المحطة عندك ثلاث أماكن ندز المحرقة وعملية المحرقة شلون تشتغل على ضوء إنه عندك فلاش غاز من الجي إس يو مال غاز بلانت وعندك الفيول غاز مال إل بي وحرارة الحرارة تستفاد منها شنو تحويل البولا فيد واتر إلى إتش بي إس. هاي نقطة مهمة الإتش بي إس بالحق ينتج بمكانه ينتج بالبولارات الطبيعية مال ستيم جنريشن باكج بولارات ينتج بالإس آر يو الاستفادة من هاي الحرارة. فال HBS بالمصدر بالحقيقة. لذلك إذا تفتحون ال VNID مال ستيم راح تلقون ال HBS اللاين مالته مثلاً مو واحد SRU هو مثلاً هذا الستيم بولر واحد SRU من هذا الستيم من يروح يرجع باتجاهه يسوي السهم. يعني شو معناها؟ هاي SRU هاي البولر يعني نقول بولر. معناها انتاج الستيم مال ايش ياسمين مكانين اكو مصدر روح راجع من عند سؤال حرماني واضح والله واضح